انا من الناس اللي مضرين في تجمع عائلي بالجنسيه. انا دفعت تجمع عائلي بالجنسيه، دفعت في شهر 7 داخل في 5 شهور وما كاين والو، داخل يعني 4 شهور داخل فيها وما كاين حتى شي حاجه. يعني كنجيو هنايا كنجيو للقنصليه كيقول لك انت عندك المشكل في تيليس، تيليس كنمشيو ليهم كيقول لك عندك المشكل في القنصليه. ما وصلنا حتى شي حل مع هاد الناس، هذا ما عرفناش علاش. مني كنسولو هنايا ما كاينش اللي كيجاوبنا، مني خرجوا لنا واحد مسؤول اللي جاوبنا ماذا بينا كنلقاو غير كارابينيري، ماشي مسؤول في الاداره ديال التاشيرات ولا والو. يعني من الناس اللي مضرين بزاف، الناس جايين من بعيد، جايين من 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 بركان، جايين من وجده، جايين من الصحراء، جايين من هذا، كلهم مضرين، كلهم في هذه الوقفه مضرين ديال بصح. يعني حنايا دابا بغينا نوصلوا معاهم الحل، بغيناهم يوصلوا معنا الحل لهذا الشيء اللي كاين. يعني حشومه كيما طلعوا فينا بحال هكا، وحنا في واحد التشتت اللي ما نعاودش، تشتت عائلي بزاف، يعني شتت عائلي بزاف. الناس واصلين للخصام والطلاق مع الزوجات ديالهم والازواج ديالهم. يعني هذا الشيء لا يعقل. حنا بغينا غير الحل في هذا الشيء، حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه. الناس واصلين عام وهما باقيين ما التحقوش بالازواج ديالهم. علاش؟ مني كتهضر معاهم كيقول لك المشكل لهي في ايطاليا، كيقول لك المشكل عندكم في المغرب. هنا عطيناكم الوثائق اللي باش تجيو لهنايا. هنا في المغرب كيقول لك ما عندنا ما نديروا لكم. هادشي على كل شيء. والقضيه كيدخلوا فيها سماسيره ديال 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 لي رونديفوات. صحاب النولا وسطى، الناس ديال النولا وسطى واقفين معنا الان داخلين في مشكل كبير اللي هو لي رونديفو. ناس وخارجه لهم النولا وسطى ولي رونديفو ما كاينينش. قربت تشوف لهم النولا وسطى وما كاينش لي رونديفو. شكون اللي غيعوض هاد الناس الى 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 مشات لهم النولا وسطى؟ يعني الفوات هي النولا وسطى عندها واحد الفتره محدده اللي هي 6 شهور. وكتشوفها معنا ناس هنايا، معنا سيدات هنايا النولا وسطى بقى فيها شهر وتسالي و20 يوم. يعني شكون اللي غيعوض؟ النولا وسطى كتخرج على عام ونص، على عام. لي رونديفو ديالها بعيد بزاف. وكاينين الناس اللي ما لقاوش لي رونديفو، كاينين الناس اللي عندهم النولا وسطى باقا ما خرجاتش كاع لهم، واش هادي لي رونديفو حتى كيتحركوا لهم وكيخليو وحدين اخرين بلاش. يعني هادشي راه حشومه اللي داخلين فيه السماسره، والقنصليه كتقول لك كنحاربوا الفساد، هما ما كيحاربوا حتى شي حد. وكاين واحد القضيه اخرى كيقولوها لنا، كيقول لك بحال مثلا كنجيو نشوفوا كنلقاو الناس خرجت لهم فيزا على 3 ايام 3 جور كتخرج الفيزا. كيقول لك كتقول ليه كيفاش درتيها؟ كيقول لك كاين القانون الجديد. شنو هو هذا القانون الجديد؟ كيقول لك اللي مزوج مورا شهر 6 راه ياخذ الفيزا في 3 شهور. علاش؟ والناس اللي دافعين قبل ما عندهمش الحق في هذا الشيء. انا المشكل اللي عندي دافع للزوجه ديالي نهار 13 في شهر 1 ومازال ما خرجاتش ليا هذه الفيزا هذه. يعني قربنا نتو شي عام ومازال ما كاين والو. ملي كنجي عندهم هنايا يعني ما كنلقى حتى شي جواب. يعني الحاجه الوحيده اللي كيخسروا عليا كيقول لي سير تيليس كونتاكت. كنمشي لتيليس كونتاكت عاود ثاني نفس البلان مع المسؤولين ديالهم، تتعيا تعطيهم الدوسي تيخسروا عليك، تيقل يعني تيفيريفي داك كيكونترولي داك الشيء في السيستم ديالهم. تيقول لي سير صبر اخويا، هادشي اللي كيقول لي، كيقول لك سير صبر. حنا عيينا بالصبر مع هاد الناس هاد. يعني كنت عندهم غير هاد السيمانه هادي تيليس كونتاكت، خرج لي المسؤول ديالهم تما كاين، قال لي واش صيفطتي لهم دي زيمايل؟ يعني شافوا داك الشيء وانا نوريه ليسا ديال لي زيمايل اللي صيفطهم عن طريق دي زافوكا هنايا في المغرب وفي ايطاليا. قال لي سير امبريمي ليا هاد الشيء وجيبوا لي وانا غادي نصيفطو في كوريا للقنصليه. ولا ما جاوبوكش ديك الساعه هذا هضر، قلت لي ما قلتي حتى شي عيب، امبريمي كل شيء جبتو ليه ورجعت في حالي. دابا جينا في هاد الوقفه احتجاجيه، يعني كنطالبوا من المسؤولين هنا انهم يلقاو معنا شي حل. وخصوصا المهم انا بعدا كاين من كازا من الدار البيضاء، يعني قريب كاينين الناس هنا اللي جايين من بركان من بني ملال. يعني تخيل معايا واحد اللي جاي 11 ساعه حتى لكازا باش يهضر على حقه وفي الاخر ما تيلقى حتى شي حل. من 13 شهر واحد وانا دافع الفيزا هنايا ومازال ما كاين حتى شي جواب من عندهم. والاشكال الكبير اللي انايا كيديرونجيني ديال بصح، يعني ما صيفطوش لي حتى ميساج يعني يقولوا لي عندك شي ايرور ولا عندك شي مشكل اللي يقدر يتصلح.